شارك مئات الأشخاص في سباق رن كيو ايد دعما للتأهيل الصحي لتقييم وتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة صباح أمس في نسخته الخامسة. ويهدف رن كيو ايد إلى زيادة الوعي وحشد الدعم المادي والمعنوي لمركز تقييم وتأهيل الأطفال، وهو المركز التخصصي وغير الربحي في مركز فوزية السلطان للتأهيل الصحي، الذي يقدم الرعاية الشاملة والمتخصصة للأطفال الذين يعانون من الإعاقات. وأقيم السباق هذا العام بمشاركة وزارة الداخلية في الكويت، كما أنه حظي برعاية ودعم من عدد من المؤسسات والشركات المحلية.